أسدي يتلقف الهدية، أوكيسون يستهدف إقامات عائلات كاملة، وزير الداخلية يتهم جهات أجنبية، والكومبيس تركز على استفزاز بالودان. أرسل صدقتك إلى أي مكان بالعالم خلال شهر رمضان. أرسل الأموال إلى وطنك من خلال تطبيقنا أو موقع westernunion.com. سدير فود، رمضان كريم. في ريس، في أبو كاس، رمضان كريم. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. SM وبلاد. من استوكهولم نحييكم، معكم ليندا الجنابي. الاضطرابات المرتبطة بحرق نسخ من المصحف بدت كهدية لحزب اليمين المتطرف في البرلمان السويدي. اليوم اقترح حزب ديمقراطي السويد أسدي برنامجا من 30 نقطة، مستفيدا بذلك من الصدمة التي سببها الاعتداء على الشرطة وسط المجتمع السويدي. اقتراحات الحزب المتشددة تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات المرتقبة سبتمبر المقبل. الاقتراحات تضمنت سحب إقامات كل الأسرة إذا تورط فرد منها في جريمة خطيرة، واعتبار ما يسمى نمط الحياة المعادي للمجتمع أساساً للترحيل. رئيس الحزب يمي أوكيسون قال إن السويد دولة ديمقراطية، يمكن للمرء فيها أن يحرق كتباً دينية لكن لا يمكنه حرق سيارات الشرطة. أوكيسون اعتبر أن راسموس بالودان أحمق لكن يحق له التعبير عن رأيه. أسدي طالب أيضاً بتجهيز الشرطة بخراطيم المياه والرصاص المطاطي وتوسيع إمكانية استخدام الشرطة للأسلحة، إضافة إلى حظر المدارس الإسلامية. وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون يتهم جهات أجنبية بإذكاء أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخراً بعد حرق المتطرف راسموس بالودان نسخاً من المصحف، في حين نفت المديرة التنفيذية لمؤسسة الكومبيس يوليا آغا في تصريح للتلفزيون السويدي أن يكون التأثير الخارجي هو المسبب للاضطرابات، مشيرة بذلك إلى أن الاستفزاز هو سبب ردة الفعل العنيفة. التلفزيون السويدي عرض في تقرير واحد تصريح مديرة الكومبيس بجانب تصريح وزير الداخلية. هيئة الدفاع النفسي أيدت ما ذهبت إليه يوليا آغا، وقالت الهيئة إنها لم ترى حملة تأثير موجهة ضد السويد فيما يتعلق بأعمال العنف، بينما قال يوهانسون إن الجماعات التي تريد نشر صورة مفادها أن السويد معادية للإسلام كانت نشطة فيما يتعلق بأعمال الشغب في عطلة الفصح، وأضاف إنها المجموعات نفسها التي نشطت قبل بضعة أشهر في الحملة ضد الخدمات الاجتماعية السوسيال. الاضطرابات الأخيرة في السويد أثارت تفاعلاً دولياً كبيراً، وأدانت السلطات في بلدان إسلامية حرق المصحف، فيما نشرت معظم وسائل الإعلام العربية الكبرى تقارير عن انتشار الدعوات إلى مقاطعة البضائع السويدية. استفزازات المتطرف راسموس بالودان ما زالت تثير جدلاً في البلاد. نقاش يدور بين الجهات المعنية حول ما إذا كان من الممكن اعتبارها تحريضاً ضد مجموعة من الناس. النقاش أعادته للواجهة شرطة مالمو حين تقدمت أمس ببلاغ ضد بالودان بشبهة التحريض. الشرطة أعلنت اليوم أنها تلقت أيضاً بلاغاً من أحد المواطنين معربة عن أملها في أن يؤدي البلاغ هذه المرة إلى محاكمة بالودان. وكان بلاغ مماثل قدمته الشرطة قبل عامين ولم يؤدي إلى نتيجة، لأن التقييم القانوني خلص إلى أن حرق الكتب الدينية لا يمثل تحريضاً على مجموعة من الناس. القاضي في المحكمة العليا توماس بول قال إن بلاغات سابقة مشابهة أغلقت لعدم وجود يقين قانوني حولها. السويد أقرت في العام 1970 قانوناً بشأن حرية العقيدة، حل محل قانون سابق متعلق بجرائم احتقار الدين كان يعاقب على انتهاك كل ما يعتبر مقدساً بالأقوال أو الأفعال، وألغي هذا القانون لصالح حرية التعبير والصحافة. الكاتبة لينا ميلين قالت في مقال صحفي اليوم إن غالبية الناس في السويد لا يتعصبون ضد الإسلام ولا يؤيدون العنصرية والعنف وحرق الكتب الدينية المقدسة. ميلين أكدت أن بالودان ليس لديه فرصة في الانتخابات البرلمانية، ولن يتمكن حزبه اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة التشريعية لأن قلة قليلة جداً
تتعاطف مع أفعاله. تقرير سويدي جديد يخلص إلى أن السلفيين المرتبطين بالعنف غيروا أساليبهم وأصبحوا يحاولون الوصول إلى السلطات والبلديات بهدف ممارسة النفوذ من الداخل. التقرير اتهم دولاً خليجية بتمويل أنشطة للسلفيين في البلاد. كلية الدفاع أعدت التقرير الجديد حول السلفية الجهادية في السويد بمشاركة عدد من الباحثين في الهيئات الحكومية والجامعات. ودرس التقرير المجتمعات المحلية في بوروس ويوتوبوري ويافلة. ووفقاً للتقرير فإن هناك تأثيراً كبيراً على الفتيات والنساء على وجه الخصوص في البيئة السلفية، وهذا يشمل الملابس أو الأنشطة التي يمكنهن ممارستها. التقرير ذكر أيضاً أن هناك أدلة على أن جهات حكومية وممولين من القطاع الخاص في السعودية وقطر والكويت مولوا أنشطة لجمعيات ومنظمات مرتبطة بالسلفية الجهادية. وكان وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون اتهم في ديسمبر الماضي السعودية وقطر بتمويل جماعات إسلامية متطرفة. قرار سويدي محتمل حول عضوية الناتو في غضون 3 أسابيع. وزيرة الخارجية آن ليندي أعلنت اليوم تقريب موعد إنهاء تحليل السياسة الأمنية الذي تجريه الحكومة مع الأحزاب في 13 مايو بدلاً من نهاية مايو، ما يعني تقريب القرار النهائي حول عضوية الحلف. يأتي ذلك في حين قال وزير الخارجية الفنلندي السابق إركي تومييويا إن هناك أغلبية واضحة في البرلمان الفنلندي لصالح عضوية الناتو، وللمرة الأولى في التاريخ تتجاوز نسبة السويديين المؤيدين لعضوية الحلف نصف السكان. استطلاع جديد أجراه مركز نوفوس أظهر أن 51% من السويديين يؤيدون انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي. الاستطلاع الجديد أجري بعد أن زارت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين ستوكهولم وعقدت مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون. فنلندا تقترب من الانضمام للحلف حسب وسائل إعلام فنلندية، ما قد يؤثر بشكل كبير على موقف السويد. وكانت روسيا حذرت أمس من عواقب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو. للمزيد من الأخبار والتفاصيل لا تنسوا زيارة موقعنا الكومبيس.سي. أشكر لكم طيب الاستماع وإلى اللقاء. سدير فود، رمضان كريم. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. SA موبلر، في ريس، في أبو كاس، رمضان كريم.